سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. ما زلنا مع قواعد أهل السنة في مسائل أو في أصول التفسير، من خلال ما سطره الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. نحن ذكرنا قبل ذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وأن أقوال الصحابة معتبرة عند علماء أهل السنة في التفسير، لكن درجة الاعتبار متفاوتة. فمن أقوال الصحابة ما يجب الأخذ به ولا يمكن العدول عنه. ومن أقوال الصحابة ما يترجح الأخذ به. ومن أقوال الصحابة ما ينبغي تركه. ودرسنا تفاصيل هذا في الفصل الخاص بتفسير القرآن بأقوال الصحابة. هذه القواعد التي ذكرناها هناك قواعد مستقرة عند علماء أهل السنة. الآن سننظر كيف طبق الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله هذه القواعد في تفسيره. فالآن إن شاء الله سندرس قواعد أهل السنة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس، قواعد أهل السنة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة. يتوقع منك عزيز الدارس تحقيق الأهداف التالية: أن تعدد قواعد أهل السنة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أن تشرح القاعدة القائلة: قول الصحابي الواحد لنا معتبر محتمل، أن تبين متى يمكن رد قول الصحابي في التفسير. أود الإشارة هنا إلى أن الكلام في هذا المبحث متصل بما ذكرته من بيان معنى مصطلحي التفسير والتأويل عند الإمام الماتريدي. أيوه، الإمام الماتريدي رحمه الله له اصطلاح خاص عندما يستخدم كلمة تفسير أو كلمة تأويل. ومعرفة معنى هاتين اللفظتين من مفاتيح فهم تفسير المفسر. فالإمام الماتريدي رحمه الله تعالى يقول في مقدمة مقتضبة وضعها في أول تفسيره، يقول: التفسير للصحابة والتأويل للفقهاء. التفسير للصحابة والتأويل للفقهاء. ثم نفهم من تصرفات الماتريدي ومن تصريح الماتريدي أن الفرق بين كلمة تفسير وكلمة تأويل أن التفسير يقطع به أو هو ما يقطع به، والتأويل ما هو محتمل ظني. طيب، إذا كان التفسير للصحابي
والتفسير هو ما يقطع به، فمن الذي يقطع وبالنسبة لمن؟ الصحابي يفسر ويقطع بتفسيره بالنسبة له هو، لأن قوله مبني على مشاهدة. الصحابي شاهد وقائع التنزيل وأسباب النزول، وبالتالي فقوله في التفسير مقطوع به بالنسبة له. أما بالنسبة لغيره، بالنسبة لنا نحن أو غير الصحابة ممن ينظرون في تفاسير الصحابة، فأقوالهم بالنسبة لنا ظنية، لأنها تأتينا ضمن أقوال متعددة للصحابة وغيرهم. فإذا لا بد هنا وأنت تدرس هذا الفصل أن تستحضر معنى كلمتي تفسير وتأويل عند الماتريدي حتى تفهم القواعد التي ستأتي بعد ذلك. تفضل يا شيخ. القاعدة الأولى: إذا أجمع الصحابة على قول فإنه يتعين المصير إليه. هذا هو الذي حكاه الجصاص عن أبي حنيفة حيث قال: إذا اجتمعت الصحابة على شيء سلمنا لهم. والماتريدي حنفي الأصول والفروع، فالإجماع حجة يلزم العمل به عند الإمام الماتريدي بل عند سائر علماء أهل السنة وهو من أئمتهم. إذا بحثنا فوجدنا في تفسير الآية قولا لصحابي، هذا القول أجمع الصحابة عليه ووافقوا هذا الصحابي فيه، أو تتبعنا أقوال الصحابة رضي الله عنهم فوجدنا كلامهم جميعا يؤدي معنى واحدا، فعندها نقول تفسير هذه الآية بهذا إجماع أو بالإجماع، والإجماع حجة قطعية يتعين المصير إليه، يعني يتعين الأخذ به وعدم تركه لسببين ذكرناهما قبل ذلك. السبب الأول لما اشتهر واستفيض عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الأمر الثاني أما الإجماع لا بد له من مستند، فكل واحد من المجمعين له مستند في قوله، فالأخذ بالإجماع أخذ بمستنداتهم أي بأدلتهم التي استدلوا بها. فلذلك قيل الإجماع حجة قطعية، سواء كان هذا الإجماع من الصحابة أو من غير الصحابة. فنحن هنا عندما نقول إذا أجمع الصحابة على قول فإنه يتعين المصير إليه، هذا ليس خاصا بالصحابة، بل كل إجماع يتعين المصير إليه. طيب تفضل. القاعدة الثانية: إذا اختلف الصحابة فإن قول بعضهم لا يكون حجة على قول الآخرين، وإنما يتخير منها ولا يخرج عن قول جميعهم. الصحابة إما أن يجمعوا وإما أن يختلفوا، إذا أجمعوا تعين علينا الأخذ بقولهم في التفسير. طيب إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على الآخرين، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح وهو باطل. ماذا يفعل المفسر؟ المفسر الذي عنده يعني أدوات التفسير ماذا يفعل؟ ينظر في أقوال الصحابة، يجتهد، ثم يختار من بين هؤلاء الصحابة
قولا من أقوالهم، ويستحب أن لا يخرج عن قول جميعهم، ويستحب له أن لا يخرج عن قول جميع الصحابة رضي الله عنهم، بل يختار من بين أقوالهم قولا وينصره بالأدلة، أو يجتهد ثم يرى بعد ذلك من أقوال الصحابة، وسيجد بعض الصحابة وافقه في قوله. نعم. فقد رد الإمام الماتريدي على الإمام الشافعي حين قال: إن اللمس هو الجماع وما دونه، بقوله: ثم قول الشافعي قول ثالث خارج عن قول الصحابة والسلف، لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونه، فذلك ابتداع في الآية قولا وتفسيرا خالف فيها ما روي في تفسيرها عن الصحابة جملة والسلف، لذلك كان مخطئا مبتدعا كما سبق، وذلك لأن التقليد لهم لازم والاقتداء بهم واجب. هذا كلام الماتريدي. يقول إنه الإمام الشافعي عندما قال إن اللمس هو الجماع في الآيات أو لامستم النساء، يقول هذا قول لم يقله أحد من الصحابة والتابعين، فهذا يؤكد على القاعدة التي نقول، وهي إنه لا ينبغي الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول لأن التقليد لهم لازم والاقتداء بهم واجب، بل الخروج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول هنا إنه ابتداع. وهذا يتعلق الحقيقة باعتبار قول الصحابة عند الحنفية جزء من دليل السنة، يعني قول الصحابي في أصول السادة الحنفية له اعتبار كبير، وهم يعتبرونه جزءا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رتبوا أدلة الأحكام قالوا أدلة الأحكام القرآن، السنة، قول الصحابي، الإجماع، القياس إلى آخره، في حين إن الإمام الشافعي رحمه الله أو المذهب الشافعي ليس من أصوله قول الصحابي، بل أصول الشافعية هي الإجماع، هي القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وليس منها قول الصحابي. هل معنى ذلك إن الشافعي يترك أقوال الصحابة ولا يعتد بها؟ لا، ولكن لم يهتم بأقوال الصحابة ولم يعطيها قوة كما فعل السادة الحنفية. نعم، تفضل. وهو بهذا يسير على نهج أبي حنيفة الذي يقول: آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. هذا نص عبارة للإمام أبو حنيفة رحمه الله، ذكرها الصيمري في أخبار أبي حنيفة، يبين فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله منهجه في فهم القرآن والسنة، لما قال: آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد آخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا اختلف الصحابة آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، يعني اختياره سينحصر فيما قاله الصحابة، وإذا وصل الأمر للتابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه أبو حنيفة رحمه الله كان من التابعين أو من تابع التابعين على أقل الأقوال. فإذا هو يبين منهجه، وهذا المنهج بعينه هو الذي سار عليه الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى.
تفضل. وهو ما حكاه صاحب ميزان الأصول عن أبي منصور حين قال، وعن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله عن أصحابنا، إن الأخذ بقول الصحابي إذا كان من أهل الفتوى، أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض، ولكن يجب تقليد البعض بالدليل. هذا في الفقه، قول الصحابي إذا كان من أهل الفتوى يؤخذ عند الحنفية ويكون دليلا عند الحنفية إذا كان من أهل الفتوى في الفقه. أما إذا خالفه غيره، يعني اختلف الصحابة، فلا يجب تقليد البعض، لا يجب، ولكن نأخذ بقول بعضهم، وهذا الأخذ ليس عشوائيا ولا فوضويا، ولكن عندما تقول سأأخذ بقول فلان من الصحابة، فينبغي أن يكون عندك دليل على ترجيح هذا القول على غيره. نعم. والغالب في تفسير الإمام الماتريدي أنه لا يعين اختياره، بل يذكر ما وصل إليه من أقوالهم دون ترجيح أو اختيار، طبقا لمنهجه الاحتمالي. منهج الإمام الماتريدي في التفسير أنه غالبا لا يرجح، لأن الأقوال عنده كلها محتملة وكلها صحيحة، وهو في تفسيره لم يرد أن يعني يحصر تفسير القرآن في قول واحد، بل هو أراد أن يدل على الأقوال التي يمكن أن تدخل في الآية، ويدل على الأقوال التي لا يمكن أن تدخل في مفهوم الآية، فلذلك كثيرا أو غالبا يذكر الأقوال دون ترجيح، إشارة منه رحمه الله أن جميع هذه الأقوال محتملة، يمكن تفسير الآية بها بلا حرج. طيب، ومنه ما جاء في سورة التين حيث يقول، ثم اختلف أهل التأويل في قوله والتين والزيتون، قال بعضهم هو التين الذي يأكل الناس، والزيتون الذي يستخرجون منه الزيت، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن التين والزيتون فقال تينكم وزيتونكم هذا، وقال بعضهم هما جبلان بالشام، وقال بعضهم هما مسجدان في الشام أحدهما مسجد بيت المقدس، وقيل التين مسجد أصحاب الكهف، والثاني الزيتون مسجد نبينا. وهذه الأقوال في تفسير الطبري مروية عن أبي بن كعب وعن عكرمة. إذن يروي أو يذكر الإمام هنا قول ابن عباس، وهو التين والزيتون المعهود، ثم يذكر قولا لصحابي آخر وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، يذكر فقط هكذا دون ترجيح، فهو يذكر أقوال الصحابة ودون تعيين اختيار الماتريدي أو ترجيح الماتريدي لبعض هذه الأقوال على بعض. طيب، وهذا هو الغالب في تفسير الماتريدي. طبعا لا يمكنك هنا أن تقول رأي الماتريدي كذا، لا، أنت الماتريدي ماذا فعل؟ جاءك بما قيل في الآية، بعد ذلك المفسر الذي يريد أن يستفيد من تفسير الماتريدي يأخذ هذه الأقوال ويمكن أن يرجح بعضها بالدليل، ليست مشكلة. نعم، تفضل. وقد يضيف من الاحتمالات على أقوالهم من اجتهاده ما لا يكر عليها بالبطلان. يعني يذكر أقوال الصحابة في تفسير الآية، ثم يذكر احتمالات أخرى في تفسير الآية غير ما ذكره الصحابة، لكن ما يذكره من احتمالات لا تبطل قول الصحابة، بل تسير معها في خط موازن،
فهذا الاحتمال الذي يذكره ليس بديلا عن قول الصحابة، بل يمكن أن يؤخذ به مع الأخذ بقول الصحابة، أو على الأقل لا يضاد ما قاله الصحابة. تمام. ومنه ما جاء في سورة الأنعام حيث يقول: ثم اختلف في قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم، أي إلا سيحشرون يوم القيامة، ثم تقتص البهائم بعضها من بعض، ثم تقتص البهائم بعضها من بعض، ثم يقال لها: كوني ترابا. فعند ذلك ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا كالبهائم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أي يفقه بعضها من بعض كما يفقه بعضكم من بعض، وأمم أمثالكم في معرفة ما يؤتى وينقى ويتقى ويتقى. يعني هو الآن الصحابة مختلفين في وجه الشبه، أمم أمثالكم، ما وجه الشبه هنا؟ فأبو هريرة رضي الله عنه يقول أمم أمثالكم في أنه سيقتص بعضهم من بعض يوم القيامة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول أمم أمثالكم في إنهم يفهمون بعضهم ويعرفون ما يؤتى وما يتقى، يعني يعرفون المنافع التي يأتونها وينتفعون بها، ويعرفون ما يتقونه من المضار فلا يأتونها ولا ينتفعون أو ولا يقتربون منها. طيب، إذن هو الآن ماذا؟ ذكر قولين لصحابيين. كان يمكن للإمام الماتريدي رحمه الله إنه يقف عند هذا، لكنه لم يفعل، بل ذكر احتمالات أخرى في تفسير الآية، مما يعني إنه إذا فسر الصحابة الآية بأقوال واختلفوا في هذه الأقوال، فإنه يجوز للمفسر أن يأتي باحتمالات أخرى في معنى الآية لا تكر على أقوال الصحابة رضي الله عنهم بالبطلان، أو لا تبطل أقوال الصحابة، أو لا تضاد أقوال الصحابة. طيب، ثم قال: ويحتمل، أو عن ابن عباس أيضا: ويحتمل إلا أمم أمثالكم في الكثرة والعدد والخلق والصنوف تعرف بالأسامي كما تعرفون أنتم، وأصله إنما أمثالكم، أمم أمثالكم في الكثرة أو في أنهم مخلوقون، ثم كل صنف من هذه الأصناف لها اسم يخصها، فهناك النمل، أمة النمل، أمة النحل، أمة الفرس مثلا، فهذه أمم لها أسامي، كنحن بني آدم، أمثالنا يعني لنا اسم يخصنا، فهذا أيضا يمكن أن يكون وجها للشبه. طيب، إنما ذكر من الدواب والطير أمم أمثالكم سخرها لكم، لم يكن منهم ما يكون منكم من العناد والتكذيب للرسل والخروج عليهم، بل خاضعة لكم مذللة تنتفعون بها. مذللة تنتفعون بها، مذللة، هذا احتمال. طيب، هناك احتمال آخر سيريده الماتريدي أيضا، أمم أمثالكم في ماذا؟ في معرفة الله تعالى، في التسخير، في معرفة أنهم خلق لله، مسخرون لله. تمام. ويحتمل قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم في معرفة وحدانيته وألوهيته أو حق الطاعة لله، كقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
إذن ماذا فعل الماتريدي هنا؟ من يقرأ منكم قراءة متأنية يستطيع أن يرى ماذا فعل الماتريدي؟ ذكر أقوال الصحابة ولم يكتفي بها، ولم يكتفي بها. فإذا يمكن للعالم من أهل السنة أن يضيف على أقوال الصحابة من اجتهاده ما لا يكر على أقوال الصحابة رضي الله عنهم بالبطلان. هذا عند الماتريدي. طيب، القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: إذا اتفق الراشدون على قول أو فعل فلا يجوز مخالفتهم، واتفاق أبي بكر وعمر وحدهما حجة لا يجوز أيضا مخالفتها. الإمام الماتريدي له نصوص في تفسيره تؤيد هذا، إنه كان يرى الإمام الماتريدي إنه اتفاق الراشدين حجة، مش باعتبار أنه إجماع، لكن باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الراشدين وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالإمام الماتريدي اعتبر هذا نصا في وجوب اتباع الراشدين إذا اتفقوا، بل اعتبر له نصوص أخرى في تفسيره تعد أن اتفاق أبو بكر وعمر وحدهما على شيء حجة ولا يجوز مخالفتهم فيها. وهذه النصوص إن شاء الله سنوردها في فصل الإجماع بإذن الله تعالى. وقد جاء في تفسير الماتريدي بعض ما يدل على ذلك، حيث يعتبر اتفاق الراشدين حجة، بل اتفاق الشيخين حجة. نعم، إذن هذه 3 قواعد مستنبطة ومستخرجة من تفسير الإمام الماتريدي تعبر عن رأي أهل السنة في تطبيق أخذهم بأقوال الصحابة والتابعين في أقوال الصحابة في التفسير. القاعدة الأولى إنه إذا أجمعوا على قول فالأخذ بإجماعهم واجب. القاعدة الثانية إنهم إذا اختلفوا فيتخير من بينهم ولا يخرج عن قول جميعهم، وهذا لا يمنع من أن يضيف المفسر احتمالات أخرى على ما يذكره الصحابة. لا تكون هذه الاحتمالات، بشرط أن لا تكون هذه الاحتمالات يعني مبطلة لأقوال الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا من قواعد الماتريدي إنه اتفاق الراشدين بل اتفاق الخليفتين حجة لا يجوز مخالفتها، والأمثلة والتفصيل سيأتي في فصل الإجماع إن شاء الله تعالى، فلننتظره هناك. بقي عندنا القاعدة الرابعة وهي قاعدة مهمة، قلنا تتعلق بمفهوم التفسير والتأويل عند الماتريدي، وهي أن قول الصحابي الواحد لنا معتبر محتمل. ثم هناك القاعدة الخامسة، ما ورد عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه محتمل إلا ما خالف أصلا عقليا أو شرعيا. نشرح هاتين القاعدتين إن شاء الله في المرة القادمة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.